بحكم النبي وشرعه أن تضرب الزهراء ضربا موجعا. أوصل إله بوصل حترة أحمد فكأنما أوصى بها أن تقطع ومن البتول الطهر رضوا أضلعا. وإذا تعلقت الإشاءة لم يكن عجبا إذا قاد الذئاب سبيدعا. لم يكن قد آن لولا عصرها أن يوضعا ومضى بكافلها يهرول طيبا. لولا الوصية لم يهرول طيبا. طلعت تدافع عن أبو حسين ملبى بجودونه وبس يدير بالعين. وصل المنبر والحبيل ملوي بجيده ذاك الاسد وردان هالامه تقوده.